حط صوص تشيدر بهذا الشكل عليهم وبندعمها. يا سلام، شوفوا الروعة. الصلصة الفخمة، تاكيتوس باللحم المفروم رح نعملها اليوم بطريقة لذيذة جدا وفيها نكهة رائعة. خليكم معنا. بصلي وسط بدي افرمها ناعم، وحصين ثوم، مقلي على النار ولع تحتها. حط عندي زيت زيتون تقريبا هون 3 ملاعق طعام من زيت الزيتون، خليهم يحموا شوي. نحط البصل، ثوم ايضا، باشر بتقليتهم، نار متوسطة، خليهم يدبلوا عندي. عندي هون فليفلة حمراء وفيها مشحة خضراء، إذا ما عندكم وحدة مثل هاي بتستعملوا أحمر وأخضر، شوي أحمر شوي أخضر. بدي أقطع منها بهيدا الشكل، قص قطعة هيك، أوكي فيها أحمر وأخضر. وهلأ كمان بدي أفرمها شوي بهيدا الشكل، مربعات صغيرة. حط هيدي الفلايفلي كمان اللي قطعناها، كمان بنحركها ونقليها مع هيدي المكونات شوي. ريحة فخامة. خلي الفلايفلي تدبل عندي شوي. 200 جرام من اللحم المفروم فرم ناعم بهيدا الشكل، لحم بقري بدي احطهم هلا. اللي بدي اعمله بدي رش عليهم ربع ملعقة شاي من الحر او فلفل الاحمر الجاف الحاد، نص ملعقة شاي من الأوريغانو، نص ملعقة شاي من فلفل الأسود، ملعقة شاي من البابريكا، نص ملعقة شاي أو أقل بشوي من الكمون الناعم. هلأ بدي أقلب هيدي المكونات كلها مع بعضها واللحمة كمان، بتبلش تاخد طعمة هيدي المكونات مع اللحمة، واللحمة عندي تبلش تستوي. هلا قلينا اللحمه مثل ما عم تشوفوا عندي، بدي اوضع تقريبا ملعقه ونص طعام من معجون الطماطم. والشيء الاحلى اللي حيعطي نكهه طبعا مش بالاكل المكسيكي هاي، بس انا اللي حضيفها اللي هي ملعقه شاي من الخردل. عم استعمل خردل ديجون، فيك تستعملوا اي نوع خردل. رح اوضعها مع دعم شوي زياده. طبعا بدنا نرش ملح لنملحها، نقلب هيدي المكونات الرائعه مع بعضها شوي صغيرة. وهلا بدنا نرجع نضيف لها مي، تقريبا هون نص كوب من المي. شوفوا هون العصارة كيف صارت عندي رائعة، ما بدها كتير وقت على النار، تقريبا دقيقة على نار خفيفة بس لتاخد المي وتجمد مع الخردل والصلصة وهيدي المكونات وتكون جاهزة ولا شيء. خبز التورتية، هلا عادة بتنعمل خبز التورتية اللي معمول من الذرة، اوكي طحين الذرة، طحين مخصص من الذرة مش اي طحين ذرة. انا رح استعمل جاهز تورتية بالطحين، في وصفة لها، هيدي الوصفة التورتية رائعة جدا، اسفل الفيديو رابط لها. عندي خبز هون بهيدا الشكل، اللي بدي اعمله بدي احط اول شيء شوية جبنة بس هالقد، ما بكتر ما بروح كتير على الجوانب، هالقد بكفي. وبدي احط هون اللحمة، خليط اللحمة الرائع بعده سخن شوي اكيد، اوكي، وبخلي فراغ على الجوانب عشان ما يطلع بعدين الحشوة ما الى برا. اوكي شفتوا عندي لورا شوي مش بالنص، هالقد بحط تقريبا، وبدي لفها. وبدي انتبه لشغلة انه اكبسها شوي لعندي يعني، اوكي بهيدا الشكل مشان تشد، بكبسها وبرجع بلف، اوكي بهيدا الشكل منيح تكون ضيقة عندي. طيب هلا صارت تمام، خليها مسكرة من تحت اهم شيء، اوكي ما بقلبها لتكون جاهزة عندي للقلي. رح نحضر الصلصة هلا، كتير رائعة، بندورة تكون مش كتير مستوية مشاهدينا، ما تكون كتير مستوية، تكون بهيدا الشكل تعطي نكهة طيبة. بدي اقطعها وافرمها
هلا في طريقة للسرعة بحطون هيك فوق بعض، اوكي فيكن تعملوها اذا بتحبوا، خاصة اللي بيعمل تبولة. شفتوا كيف؟ نرجع بربربن ضربة واحدة هيك وبرجع بالعرض بوعاء، بنسقطهم بوعاء مع ميتهم، بس اللي بدنا ناعمها ناعمها منيح. اوكي نحط البصل، شوية فليفلة حمراء، شوية فليفلة خضراء، بنسقطهم هون. زيت زيتون حوالي ملعقتين طعام، مرملح حسب الرغبة، ربع ملعقة شاي بابريكا، ربع ملعقة شاي كمون ناعم، شوية حر جاف، وشوية فلفل أسود. بدنا نعصر كمان عصير ليمون، نعصر له عصير ليمون، دعمه شوي، طيبة حامضة شوي، وكزبرة خضراء مفرومة. الله، انا دايما هيك بحب اعطيها شوية معجون طماطم، تقريبا نص ملعقة شاي، بتعطي اللون وبتقوي الطعم. بنحطها وبنخلط مباشرة، كتير رائعة هيدي الصلصة عن جد، كتير بتعطي نكهة للأكل المكسيكي. صارت عندي جاهزة، رائعة. ناري أقل من متوسطة، زيتي حامي أقل من متوسط، ما بدهم وقت كتير، بدي أقليهم. وأهم شي الفتحة لتحت، أوكي هيدي الفتحة لتحت لتكمش عندي بشكل مباشر الخبزة، مثل ما عم تشوفوا قلبناهم على الجهة التانية. بس يجهزوا عندي بحطهم على محارم تمتص الزيت قليلا قبل ما أقدمهم. حط التاكيتوس بهيدا الشكل حط بعضها، ولا أروع من هيك. الله، صوص جبنة تشيدر سهل جدا، بتلاقوا الرابط أسفل الفيديو، شي مميز صوص تشيدر. الله، حط صوص تشيدر بهيدا الشكل عليهم وبندعمها. يا سلام، شوفوا الروعة، الصلصة الفخمة. بنزين هيك كم عرق كزبرة شهي، وجه حامض، وأكلتنا صارت جاهزة. بسم الله ما شاء الله، شو هالتاكيتوز هاي. بعد وحدة، قمة باللذاذة بالروعة بالطياب، شو بدكم مشاهدينا؟ أروع من هيك وصفة، اللي ما جرب يجرب، صدقوني يعني رح تكونوا كتير فرحانين إذا جربتوا هيدي الوصفة، شي ولا بالخيال. تابعونا وإن شاء الله ما تنسوا تدعمونا هيدا الفيديو بلايك وشير وكومنت، وإلى اللقاء إلى حلقة مقبلة.